السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين متابعين مطبخ لايف في كل مكان. يا رب النهارده تكونوا بخير وصحه وسعاده. النهارده الحلقه بتاعتنا مميزه جدا جدا، هنعمل مع بعض النهارده كميه محاشي هنعملها بكذا طريقه، هنعمل طرق مختلفه على اللي احنا تعودنا نعملهم في البيت. هنعمل محشي بتنجان ومحشي كوسه، وهنعمل كمان محشي خرشوف، ونتكلم على القيمه الغذائيه بتاعته واحنا شغالين مع بعض باستفاضه. عارفين طبعا القيمه الغذائيه للخرشوف عاليه جدا، هنشوف برضو بيتعالج من امراض ايه، او بتساعد وتحسن الجسم كله في ايه بالظبط. وهنعمل كمان محشي باللحمه المفرومه، هيكون عباره عن بطاطس هنعمله في طاجن. وجديد النهارده اللي احنا هنعمله، هنعمل مع بعض محشي بالبصل، هنعمله بالقشطه، مش هنعمله بالطريقه اللي احنا متعودين عليها. زي ما احنا شايفين دي المقادير موجوده، ده المنيو موجود على الشاشه، عندنا خرشوف وبطاطس باللحمه المفرومه، وعندنا محشي مشكل. ده بالنسبه للمنيو اللي احنا هنشتغله النهارده. حابب اول حاجه هبدا بمحشي المشكل، لو ننزل بالمقادير بتاعتنا على الشاشه. ديت المقادير زي ما احنا شايفين، انا عندي هبدا النهارده هعمل فلفل، وعندي كوسه، وعندي بتنجان، عندي طماطم كمان محشيه نعملها بطريقه حلوه قوي، عندي كمان بصل. لو نبتدي نشوف زي ما احنا شايفين على الشاشه، انا عندي نص كيلو من الرز، عندي شبت كزبره، عندي بقدونس، عندي كرفس، عندي كمان نعناع. لو مش حابب النعناع ممكن اشيله وابدل مكانه ريحانه، اعمل لنا تيست جديد. عندي كمان ثلاث بصلات احمر او ابيض زي ما احنا حابين، وعندي كمان بصله اخضر هيدينا تيست جميل جدا. عندي كمان صلصه الطماطم هتبقى عباره عن ايه، عندي صلصه طماطم وكمان هيبقى فيها توم، عندي ملح وفلفل ومرقه وقرفه وكمون زي ما احنا شايفين كده على الشاشه. دي الانجريديان او المكونات اللي احنا هنشتغلها النهارده. لو حابب اللي احنا نرجع على طول عشان نشوف هنبدأ بايه. عشان نساعد نفسنا وقت الحلقه زي ما احنا عارفين، فانا عندي يعتبر ميه دافيه هبتدي ان انا انزل فيها الخرشوف، بس هبدا في المحاشي على طول. ناخد وقت من هنا نخلص على طول المحاشي، بعد كده نخش في الخرشوف ونخش في البطاطس نشوف هنجهزها مع بعض ازاي. انا عندي 9 بالظبط او 8، وعشان لونه ما يسودش معانا نحاول اللي احنا نشتغله زي ما قلت لكم قبل كده. لو احنا حابين ان احنا نجهز اي اكله هنعملها في البيت، نحاول نخلي الانجريدينت بتاعنا يبقى جاهز، ما نجهزش وبعد كده ناخد وقت حوالي ساعه وساعتين عشان نبتدي نخش في تحضير الاكله بتاعتنا. لا، لو انا هشتغل خرشوف يبقى انا هشتغل فريش على طول، هجيب الخرشوف هبتدي ان انا اقشره وانزله في الميه، اثناء وانا شغال على طول يكون عندي اللحمه بتاعتي ابتدي اعصجها، الصلصه ابتدي اعصجها، يعني يكون المكونات بتاعتي كلها تبقى حواليا، ما نحاولش ان احنا ايه نروح في مكان تاني. عندي البصله، لو انا حبيت ان انا اعمله محشي هو هيطلع بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. هنحاول ان احنا نسلقه سلقه كده نص سلقه، وبعد كده هناخد الورق بتاعه نلفه وهيطلع بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. يعني كل الورق البصل اللي احنا هنشتغله هنحاول نلفه ونخليه بالمنظر اللي احنا شايفينه. حابين ان احنا نعمله باللحمه المفرومه او نعمله بالرز زي ما احنا عايزين. انا بالنسبه لي البصله عشان انزلها في الميه وتطلع معايا مظبوطه لازم اخلي السكينة توصل لحد نص البصلاية من جوه زي ما احنا شايفين كده، هي واخدة النص بالظبط والنص التاني موجود من بره. انا عملت بس كده حاجة بسيطة، والبصلة ديت هنزلها على طول في مية سخنة. زي ما احنا شايفين انا خدت نص السكينة، دخلت سكينة كاملة لحد منتصف البصلاية. لو بصلاية صغيرة انا بحاول انا ما دخلهاش لحد جوه خالص. يبقى كده احنا شفنا اول حاجة للبصل هنبتدي نعمله ازاي. عندي ميه سخنه على طول، ما ينفعش انزلها في ميه بارده. يبقى انا كده عندي الخرشوف وعندي البصل اخليه على جنب، بعد كده نبتدي نشتغل نشوف الانجريدينت بتاعنا ايه. حابب ان انا ممكن ابدا في الصلصه دلوقتي واحنا شغالين، لان المحشي انا عشان ابدا فيه اوريدي كده كده لازم الصلصه بتاعتي تكون متسبكه. عندي نقول معلقة سمنة، السمنة تبتدي تسخن معانا نبتدي ننزل الصلصة على طول واحنا شغالين. عند الخضار زي ما قلتلكم عندي شبت وكزبرة وبقدونس وعندي كرفس، وعندي كمان البصل الأخضر هنبتدي اللي احنا نقطعه ونشوف هنشتغله مع بعض ازاي. اجهز جنب البوله اللي انا ممكن ابتدي اللي انا اقطع فيها واشتغل بيها على طول. نبتدي نقطع، والعيدان اللي احنا هنشتغل بيها دي كلها انا محتاجها
مش هنرمي حاجة خالص، واحنا عارفين طبعا في المطبخ بتاعنا احنا ما بنرميش اي حاجة، كل الحاجات دي احنا بنشتغل بيها. اخلي الجزء الجميل ده كده، هبتدي اعمله فرشة او سرير للمحشي زي ما احنا متعودين او زي ما احنا عارفين. هاخد بس الورق بتاعه مش اكتر من كده، ونبتدي اللي احنا نقطع مفروم صغير خالص. يبقى الخضار اللي انا قطعته عبارة عن ايه؟ عندي شبت، عندي كزبرة، وكمان عندي بقدونس، وعندي كمان كرفس هيدينا تيست جميل جدا. زي ما قلت لكم لو احنا حابين نزود نحط نعناع او ريحان، احنا عارفين المطبخ اللبناني بيحطوا في المحاشي بتاعتهم نعناع وريحان، بيدي تيست جميل جدا. وفي مطبخ طبعا السوري بيشتغلوا مكان الصلصة او مكان الطماطم زي ما احنا عارفين، بيستخدموا مكانه قشطة، بيكون طعمه جميل جدا. يا ريت نجرب كل الوصفات ديت، هتعجبكم، وبالنسبة لنا هيكون تيست جديد في البيت. انا قطعت صغير كده. انا الصلصة طبعا انا عاملها كونكاسيه، يعني ايه كونكاسيه؟ زي ما قلت لكم احنا بناخد الطماطمية سليمة زي ما هي، بنحاول نمسكها نشيل بس القشرة بتاعتها من فوق، ونحاول احنا نقطعها عكس بعض، وبعد كده ننزلها في مية تكون سخنة عندنا، نحط معاها عود روزماري او زعتر فريش، هتدينا تيست جميل جدا للطماطم. بعد كده بنضرب الكلام ده في الخلاط. انا بالنسبة لي لو ضربت الطماطم في الخلاط على طول من غير ما احطها في الحلة، انا ممكن اخدها كمان على الناشف، يعني الحلة بتاعتي تبقى موجودة على النار ما فيهاش اي حاجة من المية خالص، بعد كده انزل بالطماطم كاملة سليمة زي ما هي من غير مية. ديت لما اجي انزل الطماطم زي ما احنا مش شايفين ما فيهاش مية خالص. انا عندي الطماطم نزلتها، ممكن ننزل كمان بمعلقتين صلصة لو حابب اللون بتاعه يكون احمر شوية. عندي بهاراتي ايه؟ عندي ملح وكمون وقرفة، ننزل شوية كده ونخليها تتسبك لوحدها. عندي كمان شوية مرق الدجاج، وعندي كمان شوية قرفة حلوين. أقلب كل الحاجات الحلوة ديت مع بعض ونسيبها تتسبك، ونشوف بعد كده الرز والطماطم والحاجات دي هنزلها ازاي على الوصفة بتاعتنا واحدة واحدة واحنا شغالين مع بعض. انا ممكن نشوف غطا يكون كبير شوية، او ممكن نغير نحط في الحلة. عشان ما ترطش علينا واحنا شغالين. طب انا عندي دلوقتي ممكن ابتدي في الرز. هنعمل ايه في الرز؟ انا عندي الرز هبتدي انزل بالبهارات بتاعتي واحنا شغالين. عندي فلفل اسود، هنقول مثلا معلقة فلفل اسود، وعندي كمان قرفة، وعندي شوية كمون. يبقى ده البهار اللي انا اشتغلت بيه. هننزل على كل الحاجات ديت نقول نص كوباية من الزيت، ونقلب كل الخليط ده مع بعض. طبعا احنا عارفين الزيت لازم ينزل على الرز، هيدينا لمعة وهيدينا تيست جميل جدا للمحشي اللي احنا هنعمله مع بعض النهاردة. عندي شوية ملح كمان، ونقلب كل الخليط ده مع بعض. انا عندي نص كيلو زي ما قلت لكم، هو كفاية لشوية المحشي اللي احنا هنعمله مع بعض. انا عندي الخضار بنزله كله زي ما احنا شايفين كده، وابتدي ان انا اقلب. لو حابب ان انا اقلب بايديا كده كده هشتغل بايديا، نقلب كل ده مع بعض. اخر حاجة هننزل عليه بالطماطم، بس انا حابب ان انا اقسمه نصين، جزء زي ما قلت لكم هشتغل بيه بالقشطة، وجزء تاني هشتغل بيه بالصلصة. لازم نقلب كده
كله مع بعض كويس. ممكن اخد جزء صغير زي ما قلت لكم عشان هشتغل بيه القشطة، والجزء التاني نخليه بالصلصة على قد الوصفة بتاعتنا. يبقى احنا نخلي ده كده على جنب، انا كده قلبته بالنسبة لي كده تمام. هناخد بس عود واحد من البصل، قلنا البصل الاخضر هدينا تيست جميل جدا للوصفة بتاعتنا. هناخد بس العود يعتبر الاخضر الجميل ده، نقطع صغير خالص، ده بالنسبة لنا هيكون جديد البصل الاخضر لما نحطه مع الوصفة بتاعتنا النهاردة. مفيش حاجة صعبة، كل حاجة بالنسبة لنا سهلة، لو كل المكونات موجودة جنبي هنقدر نطلع احلى خليط لأحلى محشي هنعمله مع بعض كده تمام زي الفل. نبتدي نبص على الطماطم واحنا شغالين، عند البصل زي ما احنا ما شايفين، لو كاميرا تكون جايباها، ابتدى لوحده يورق زي ما احنا شايفين، وابتدى الورق يطلع منه. انا مش هخليه يقعد في النار اكتر من كده لان احنا عارفين اللي لسه هياخد سوا تاني. نبتدي نطلع البصل على طول اللي احنا هنبتدي نشغله. لو انا حابب ان انا احطه في مية ساقعة على طول او عندي تلج، ممكن احط تلج معاه على اساس ان هيديني سهولة ان انا اشتغل على طول في نفس الوقت. ادي كمية البصل اللي انا ممكن اشتغلها. عايز اقول لكم التلات بصلات ديت احنا ممكن نعمل منها حلة كبيرة، كل حاجة سهلة وبسيطة، مفيش حاجة صعبة اللي احنا نقدر نعملها. يعني وصفات المحشي اللي احنا ممكن نعملها النهاردة لو عملنا اربع او خمس انواع، عندنا حلتين تلاتة زي ما قلت لكم، كل ده مش هياخد مننا وقت. يعني احنا وقت حلقتنا حوالي ساعة زمن بالظبط، نقدر نعمل فيها احلى محاشي واحنا شغالين مع بعض. طيب احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقية وصفاتنا. فاصل ونرجع تاني. اهلا وسهلا بيكم، انا جايلكم تاني بعد الفاصل. شفنا قبل الفاصل عملنا مع بعض الخضره ازاي قطعناها، وقلنا الانجريدينت بتاعه كله عباره عن ايه. احنا ما كناش حاطين ملح على الخليط اللي احنا شفناه دوت، ادي شويه ملح حلوين زي ما قلت لكم، اللي احنا هنقسمه نصين، جزء هنعمله بالقشطه وجزء تاني هنعمله بالصلصه اللي احنا متعودين عليها. انا باخد جزء من الصلصه طبعا، مش هشتغل بيها كلها لان انا عندي الوصفات كتير النهارده. هنبتدي ناخد جزء شويه هنشتغله مع المحشي، والجزء التاني هيكون للخرشوف والبطاطس. انا باخد دوت شويه الحلوين ونقلب كل ده مع بعض، ده هنخليه الحشو بس اخليه يبرد شويه، وبعد كده ابتدي اشوف الخرشوف وصل معانا لحد فين، نبتدي نعمل اللحمه بتاعته، نبتدي نعصجها. البطاطس بتاعته كمان لو احنا حابين اللي احنا نشوحها في سمنه ممكن نشوحها، لو عايزين نعمله فرايد في الزيت عشان نضمن ان يكون درجه السوا بتاعته كلها بقت مظبوطه. كل ده في ايدينا نقدر نعمل ايه كل الحاجات ديت. انا بالنسبه لي كده الخليط ده تمام، اخليه على جنب يريح شويه عشان ما اشتغلوش على طول وسخن على ايديا. وزي ما قلت لكم بقيه الصلصه اللي احنا اشتغلناها هنبتدي اللي احنا هنشوف دلوقتي هنعملها مع بعض ازاي. طب انا بالنسبه لي اول حاجه الحله اللي انا هعمل فيها المحشي زي ما قلت لكم، هبتدي اخد العيدان زي ما هي سليمة، ابتدي بعد كده اللي انا ارصها انزلها في الحلة من تحت كده زي ما احنا شايفين. ونخلي ده على جنب، هنشوف دلوقتي هنعمل بقية الحاجات ازاي. انا عندي دلوقتي الخرشوف او اللحمه هنبتدي نعصجها زي ما بعض. لو نبتدي نشوف على الشاشه الانجريديان بتاعنا، انا عندي كيلو من اللحمه المفرومه. لو انا حبيت ان انا ابدا في الخرشوف، عندي ماده دهنيه، عندي اعتبر بصلتين، عندي كمان نقدر نقول حوالي بصلايه او بصلايه ونص على كيلو من اللحمه. هنحط كل الكلام ده كله على بعض ازاي هنشوف. عندي الماده الدهنيه، اول حاجه بنزل الماده الدهنيه يسخن معايا شويه
السمنة اللي احنا شفناهم، انزل عليهم شوية زيت، عارفين الزيت والسمنة مع بعض بيظبطولنا الدنيا. هنزل بالبصلاية، وبعد كده انزل، انا طبعا ما حطيتش البصل على الخضرة، هخليه اخر حاجة بعد اما يبتدي يريح معايا شوية. زي ما احنا ما شايفين هو سخن بالنسبة لي، هاخد الجزء عشان ما ينزلش المية بتاعة البصلاية، فاخد الجزء بتاع البصل اخليه اخر حاجة بالنسبة لي. انا هنزل بايه؟ عندي بصلة ونص يعتبر، زي ما قلت لكم انزل بيها، تبتدي تدوب معايا شوية، ابتدي اشتغل على طول اللحمة انزلها. بعد ما اللحمة تبتدي تطلع معايا، انا بالنسبة لي تبقى جاهزة، ابتدي اللي انا ممكن احشيها، وعندي صلصة كاملة بتاعة الخرشوف. نخلي ده على جنب، وناخد الجزء بتاع البصل نبتدي ننزله ونقلبه. بعد كده خلاص انا بالنسبه لي ده جاهز اللي انا اشتغله على طول، او ابتدي احشي المحشي بتاعي. مفيش حاجه صعبه زي ما قلت لكم، كل حاجه سهله وبسيطه لو عملنا بالانجريديان او عملنا بالمكونات اللي احنا قلناها ديت واشتغلنا عليها، هتطلع معانا حاجه مظبوطه. انا بالنسبه لي عندي الكوسه، ابتدي زي ما احنا مش شايفين، انا ما حبيتش ان انا اعمل جزء قبل الهوا وبعد كده ابتدي اطلعه اقول ده الشكل اللي احنا هنعمله، انا حابب كل حاجه اعملها قدامكم اللي احنا نعمله على طول، ابتدي ان انا ارصه في الحله بتاعتي. ناخد بتنجانه، ناخد واحده فلفلايه، نعمل احلى حله محشي، مش هتاخد معانا بالظبط ساعه الا ربع وكل حاجه تبقى جاهزه. حابين نعمل جنبهم شويه فراخ شويه لحمه، بس انا مش حابب ان انا اعمل جنبهم فراخ او لحمه، لان عندي الخرشوف اللحمه المفرومه، فده بالنسبه لي كافي، مش حابب ادخل بروتين تاني. زي ما احنا مش شايفين كل حاجه سهله بالنسبه لنا، مفيش حاجه صعبه. عندي الطماطم كمان هنخليها اخر حاجه، اوريكم احنا فتحناها ازاي وعملناها ازاي واحنا شغالين مع بعض. ناخد كمان كوسايه، الخرشوف عايز اقول لكم اللي اتعود ان ياكل خرشوف باللحمه المفرومه، في كذا طريقه ليه، ممكن نعملها بالصلصه وممكن نعملها كمان بالبشاميل، وتاخد عليها جبنه موتزاريلا من فوق. عايز اقول لكم الخرشوف في المطاعم او في الفنادق زي ما احنا متعودنا، احنا بنقول عليه اكل الملوك، يعني مش اي حد بياكل خرشوف او يبقى فاهم في اكل الخرشوف. وزي ما احنا عارفين طبعا القيمه الغذائيه بتاعته عاليه، لو تنزل لنا على الشاشه واحنا شغالين نبتدي نشوف القيمه الغذائيه بتاعه الخرشوف. اهم حاجه ان انا احشي، ادخل الرز زي ما احنا مش شايفين كده، ادخل بصباعي ما يكونش فيه اي فراغات خالص. ناخد كمان الفلفله، وبعد كده نشوف الطماطم، وعندي طبعا لازم يكون في بيون، ده القيمه الغذائيه للخرشوف زي ما احنا ما شايفين، هو مفيد جدا جدا للقلب، مفيد في نفس الوقت للجهاز الهضمي، عارفين اللي بيساعد بيحسن مناعه الجسم، كل دي كلها فوائد زي ما احنا ما شايفينها على الشاشه. خلي بالكوا ده الموسم بتاعه في الوقت الحالي، يعني احنا نبتدي نجيبه وهناخد احلى طعم من الخرشوف. انا مش حابب طبعا المجمد اللي بيبقى موجود في السوق، اول حاجه بيبقى طعمه مختلف شويه، وثانيا لما بنيجي نشتغله بيتهري مننا، فانا حابب اللي احنا نبتدي نجيب الخرشوف دلوقتي ونبتدي اللي احنا نشتغله، هنعمل منه احلى شغل. لو الكاميرا ترجع تاني، ادي كده تمام، زي ما قلت لكم ان انا احاول ادخل صباعي ما يكونش فيه اي فراغات خالص، عشان الرز طبعا احنا عارفين اول ما بيبتدي ياخد سوا انا بخليله بس حته يعتبر اصغر من عقله الصباع، على اساس احنا عارفين ان الرز هيزيد فما يطلعش بره الكوسه او البتنجان اللي احنا هنعمله النهارده، فبحاول اخلي زي ما قلت لكم بيكون قد نص عقله الصباع. ناخد كمان 3 4، وبالنسبه لي ممكن اقدر احشي
الطماطم، وعايز اقول لكم الطماطم في المحشي تستاهل جميل جدا. كده تمام زي الفل. اتبقى مننا شوية زي ما احنا هنبقى شايفين. ممكن اللي اتبقى ده نعمل ايه؟ هنحطه في كيس وندخله في ليزر، مش هيحصل له اي حاجة لو احنا حبينا اللي احنا نعمله في مرة تانية. بس الملح هنبتدي اللي احنا ممكن نزوده، لان احنا عارفين اي حاجة بتاخد بهارات او ملح وبتدخل التلاجة او في ليزر تقعد اكتر من يوم، الملح بيبتدي يروح منها او بيبتدي يقل منها، فلازم اللي احنا ممكن نزود الملح بعد كده. وصلنا كمان 3 فلفلات، يبقى احلى محشي بالنسبة لنا جاهز. هنحطه على نار نديله شوية بيون، هيبقى جاهز بالنسبة لنا للأكل أو التقديم. ناخد كمان الاتنين. طبعا احنا عارفين البطاطس هنعملها النهاردة مع الخرشوف، هنعملها باللحمة المفرومة. الطريقة مش جديدة علينا، بس هنحاول ان احنا نخلي التست بتاعي يكون عالي. الانجريديان بتاعنا في البيت نقدر نشتغل زي ما احنا ما عايزين. اي لو انتوا مش حابين الكرفس في المحشي تقدروا ان انتوا تشيلوه، بس عايز اقول لكم بيعمل تيست جميل جدا. انا وصلت كده للطماطم، زي ما احنا مش شايفين الطماطم انا بشيل القلب من جوه وبخليها زي ما هي حتى بالوردة بتاعتها. بنبتدي ناخد نفس الخليط وبعد كده نحط الغطا او الكفر بتاع عليها من فوق. والمحشي ده من لو احنا حابين احنا نعمل طماطم نحاول نخلي الطماطم تكون من فوق، نحط كده ونخلي كفر عليها من فوق. هناخد احلى النهاردة شوية محاشي مشكلة تستاهل بقكوا زي ما بيقولوا. احاول اخد جزء كده صغير اخليه كده من هنا، وزي ما قلت لكم ما بنخليش الخضار او الخليط اللي احنا عملناه من الرز يطلع فوق لحد النهاية. انا كده تمام، ناقص لي واحدة كمان وبالنسبة لي هكون زي الفل. انا كده تمام. ابتدي هعمل ايه دلوقتي؟ عندي شوية بيون، شوربة فراخ او مرقة اي حاجة، ابتدي ان انا اسقي من فوق او اسقسق زي ما بنقول. وكده بالنسبة لي هخليها على درجة حرارة هنقول وسط، هتاخد بالظبط حوالي 35 دقيقة وبالنسبة لي هكون جاهزة. انا بالنسبة لي نزلت اللحمة، ابتدي ان انا هنعصجها ونشوف هنبهرها بايه واحنا شغالين مع بعض. وعندي الناحية التانية ممكن ابتدي اشتغل البطاطس، اخدها تشويحة كده في الزيت، او لو عايز اخدها فرايد زي ما انا ما قلتلكو نبتدي ننزلها. كل حاجة بالنسبة لنا سهلة وبسيطة لو كل حاجة جنبي. يعني حابب ان انا النهاردة عندي وصفة او وصفتين في المطبخ، حابب ان كل حاجة تبقى موجودة حواليا. ليه؟ ادخل الوصفة بالظبط مش هتاخد معايا نص ساعة، مش هقول لا انا قعدت في المطبخ من الصبح لحد بالليل وخدت وقت كبير. لو كل حاجة متوفرة جنبي وانا داخل المطبخ مش هاخد زي ما قلتلكو حوالي 30 دقيقة، هكون بالنسبة لي وصفاتي كلها تبقى جاهزة. احنا كده خلاص الطماطم البصل برد بالنسبة لي، اقدر احشيه. بس نبتدي نشوف الاول اللحمة، نحاول احنا نظبطها كده مع بعض. هنشوف هنبهرها دلوقتي، عندي ملح وفلفل اسود بالنسبة لي بالنسبة للبهار، مش حابب ان انا اضيف قرفة معاها لان اوريدي هيكون عندي تيست القرفة هيبقى موجود في المحشي، فحابب ان انا افصل يكون ده لوحده وده لوحده. اهم حاجة ننضف حوالينا واحنا شغالين وكل حاجة هتكون تمام. عشان نكسب وقت احنا ممكن واحنا شغالين في اللحمة نبتدي نخش في البصل على طول. في الوقت الحالي انا بالنسبة لي اقدر اطلع خدت 3/4 سوا زي ما انا ما عايز، هتاخد بقية السوا بتاعتها في الفرن وهنشوف احلى خرشوف هناكله مع بعض النهاردة. حابب ان انتوا تجربوا
الوصفات اللي احنا نعملها وتصوروا لنا وتبعتوا لنا على صفحة. عندكم اي استفسارات تبعتوا لنا على صفحة مطبخ لايف. لو عندكم اكل انتوا حابين اللي انتوا تعملوه، او حابين اللي انتوا ما جربتوش قبل كده وعايزين احنا نعمله، ممكن احنا نعمله لكم. اي حاجة ابعتوا لنا على طول واحنا نعمل لكم اللي انتوا حابينه. عندي ايه دلوقتي؟ عندي ممكن ابتدي اشتغل المحشي بصل بالقشطة. عايز اقول لكم ان البطاطس او الخرشوف لما نيجي ندخله في الفرن مش هياخد معانا بالظبط حوالي 12 دقيقة، مش اكتر من كده. ليه؟ لان زي ما قلت لكم الخرشوف بالنسبة لنا احنا سلقناه، وبالنسبة لنا البصل دلوقتي هنبتدي ننزله في الزيت، هناخده تشويحة، فيعتبر هيكون واخد 3 ارباع سوا، مش هنحتاج اكتر من كده. انا عندي دلوقتي القشطه، نفس الخليط اللي انا عملته زي ما قلت لكم، هننزل بس عليه القشطه. ده الجديد بالنسبه لنا للوصفه اللي احنا هنعملها النهارده، محشي البصل. نقلب كله ده مع بعض. عندي طاجن ممكن اقدر اشتغل بيه، وشوية الخضار اللي انا قلتلكوا عليه نبتدي اللي احنا نعمله فرشة من تحت. لو عندي كمان ممكن ناخد اي خضار موجود عندنا، نبتدي نعمل كل الحاجات الحلوة دي ازاي مع بعض. انا عندي دي بفتحها زي ما احنا ما شايفين كده، وابتدي اخد جزء من الخليط ده وابتدي الفه كده، اكتر من كده مفيش. حاجه سهله وبسيطه، وهتكون التست بالنسبه لنا حاجه جديده. زي ما قلت لكم احنا حابين اللي احنا نجدد لاولادنا، واحنا بناكل على السفره بتاعتنا اتعودنا المحشي بناكله بنفس طريقه واحده، لا نجدد النهارده نعمل خرشوف لو مش متوفر عندنا في السوق. البصل موجود على مدار الموسم كله، نقدر اللي احنا نعمل بصل، نقدر نعمل طماطم، نشوف الخضار المتوفر عندنا ايه نقدر نجدد في السفرة بتاعتنا. اخد جزء صغير كده وابتدي اللي انا الف البصلاية، مش هتاخد معايا وقت، وفي نفس الوقت لفها مش صعب معايا، تبقى مفتوحة زي ما احنا شايفين هي اصلا لينة. ناخد جزء صغير وناخد الحجم اللي احنا عايزينه. عايز قشرة البصلة كاملة اخليها كاملة، لو انا حابب ان انا اخليها نص، يعني انا ممكن اعمل ديت كاملة اوريها لكم دلوقتي واحنا شغالين، ادي بتبقى كاملة اهي. وبعد كده ابتدي الف البصلاية بطريقة سهلة وبسيطة. حابب ان انا اخد القشرة كاملة واقسمها نصين زي ما انا عملت كده، ممكن اخدها كده وبعد كده اشتغلها نص بس لوحده. هي مش هتفتح معانا خالص لو انا وقفتهم جنب بعض او زنقتهم، هيطلعوا معانا مظبوطين، يعني مش هتفتح معايا في الفرن وانا شغال. نبتدي نشوف بس اللين، هي كله لين، بس ناخد يعتبر ما ناخدش مثلا بصلايه يكون فيها عرق او تكون ناشفه شويه. لو المحشي معلي عليه ممكن نبتدي نوطي شويه. اخد العود زي ما احنا ما شايفين، زي ما قلت لكم الكميه بتاعت الرز، يعني انا بالنسبه لي ممكن 3 بصلات، لو عندي كيلو من الرز كامل اقدر اعمله، لان احنا عارفين البصلايه الواحده الورق بتاعها كتير. ناخد بس البصل الكبير ونحاول ان احنا ننقي البصلايه اللي ما تبقاش مقسومه من جوه نصين. تمام، هخلص بس اخر حاجه ديت، بعد ما اخلصها احنا ممكن نطلع فاصل اكمل بقيه الطاجن ده. كمان واحدة وهنطلع فاصل على طول ونرجع تاني، ما نروحش في اي مكان. انا بالنسبة لي كده هعمل ايه دلوقتي؟ هسقيها، بعد ما اسقيها اديها بقزير وادخلها فرن. هنطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا بالنسبة لي اللحمة كده تمام، عندي البسلة عشان عارفين طبعا اللي احنا سلقينها قبل الحلقة، وعندي الجزر فمش محتاج اللي انا كنت اديها تشويحة. عندي بس
شوية توم، عايز احتفظ بطعم التوم، ما كنتش حابب ان انا انزله مع المادة الدهنية عشان ما ياخدش طعم التوم او يكون طاغي عليه. خدت حاجة بس بسيطة منها، عندي شوية فلفل اسود، عندي كمان شوية 7 بهارات. ده بالنسبة للبهار بتاعنا. اخر حاجة بالنسبة لي هكون ايه، عندي شوية ملح، وبعد كده نبتدي اللي احنا نشوف الخرشوف هنعمله مع بعض ازاي. ادي شوية ملح حلوين، نقلب كل ده مع بعض. انا بالنسبة لي كده بقى جاهز، اقدر ان انا احشيه في الوصفة بتاعتي النهاردة. انا جاهز كده تمام، اخليه زي ما هو. هنا عندي بعد كده البطاطس، ممكن ابتدي اللي انا نازلها في الزيت. زي ما قلت لكم حابين ان احنا ناخدها تشويحه، ممكن او ممكن ننزلها فرايد. وانا عندي طريقه تانية ممكن نعملها هكون افضل من ديت، اللي هي عباره عن ايه، احنا بعد ما فرغناها من جوه ممكن نديها زيت زيتون، شويه زيت زيتون مع شويه زعتر فريش، ممكن ندخلها فرن 3 4 دقايق، وساعتها احنا ممكن نقدر نشتغلها على طول. عندي الطاجن اللي هبتدي اشتغل بيه، ممكن اللي احنا نبتدي نحشي الخرشوف دلوقتي. طاجن او صينية المتوفر عندي اقدر اشتغل بيه، وعندي كمان الحلة بتاعت الصلصة البوريه اقدر اطلعها جنبي واشتغل على طول. وخلي بالكم البطاطس واحنا منزلينها في الزيت نبتدي نقلبها باستمرار، مش عايزها تاخد سوا كامل من ناحية، انا مجرد بس اللي انا بشمعها، ومن ناحية تانية بديها لون، وكمان بديها يعتبر 3/4 سوا. انا بالنسبة لي اللحمة كده تمام، ابتدي اخدها ارصها مع الجزر مع شوية البسلة الحلوين مع شوية البهارات. احلى تيست اكل ملوك زي ما احنا ما بنقول. هتاخد بس شوية طماطم من فوق، لو احنا حبينا اللي احنا نعمله بشاميل سهل اللي احنا نعمله بشاميل، قلنا في حلقات كتير الرو بيتعمل ازاي. بعد ما نعمل الرو او البشاميل بنحطه عليه من فوق، وبعد كده بنديله شوية جبنة موتزاريلا، بندخله الفرن بالظبط هنقول 4 5 دقايق، وبالنسبة لنا جاهز لنا خرشوف. انا ممكن اكله على كده بالنسبة لي، بس انا حابب ان هو ياخد وش من الصلصة اللي احنا عملناها من فوق. وجرب ودوق احلى خرشوف. زي ما قلت لكم لازم ناخد بالنا ونقلب باستمرار. احنا ندخل ده على طول ونطلع البصل نشوف وصل لحد فين، او لو حابين ان احنا نديله وش جراتان من فوق هنبتدي نشيل القصدير عليه من فوق او ورق الفويل زي ما بنقول. احلى حشوة ايه، ناخد شوية الصلصة اللي احنا مسبكينهم، نبتدي ناخد حاجة كده عليها من فوق. لو احنا حبينا اللي احنا ننزل طماطم من تحت كمان، نقدر ننزلها طماطم من تحت الصينية، بس انا مش هاخد وقت في الفرن عشان كده ما حطيتش طماطم من تحت. زي ما احنا ما شايفين بالشكل ده نقدر ندخله فرن، هياخد بالظبط 4 5 دقايق ونبتدي نخرجه. اوكي، انا بالنسبة لي البصل كده تمام. هعمل ايه دلوقتي في البصل؟ ابتدي اشيل ورق القصدير وادخله ياخد جراتان زي ما قلت لكم. هيطلع بشكل جميل، عايز اقول لكم ريحته طالعه حاجه جميله وزي الفل. تلات دقايق ونطلعه على طول، مش هياخد وقت معانا. عندي ايه دلوقتي البطاطس، ممكن ابتدي ان انا اطلعها واشتغلها على طول عشان وقت البرنامج احشيه. كان المفروض البطاطس اخليها تريح شويه على اساس ما تبقاش سخنه وانا شغال بيها. هناكل النهارده شويه محاشي حلوين يستاهلوا بقكم. عندي طاجن لذيذ زي ما احنا ما شايفينه، ابتدي احطه في الطاجن ونحشيه، ندخله فرن
انا مش محتاج ان انا اغطيه، لان زي ما قلت لكم هي يعتبر واخده 3 ارباع سوا. فابتدي ان انا ممكن نلبس جوانتي، مش هياخد وقت معانا في الفرن، 4 دقايق 5 دقايق نطلع هيكون المحشي بالنسبة لنا استوى. نبتدي نقدم المحشي، نبتدي نقدم البصل. كل وصفاتنا النهاردة ما خدتش معانا وقت، زي ما قلت لكم هي حوالي ساعة الا ربع وكل حاجة بتكون جاهزة. ممكن ابتدي ان انا احشي بايديا كده، وابتدي لو عندي طاجن صغير على قد حجم البطاطس، ولازم يكون حجم البطاطس كله يكون واحد عشان ما يكونش فيه واحدة واقفة واحدة اطول من واحدة. ويهمني في الاخر البرزنتيشن بتاع الطبق او الطاجن اللي هقدمه لازم يكون يطلع بمنظر جميل. زي ما احنا ما شايفين كده كل حاجة سهلة وبسيطة. عايز اقول لكم مولعة نار مش قادر امسكها بايديا. بس لازم نعمل الكلام ده عشان وقت البرنامج خلاص. ناخد كمان 2 3 ونحط الصلصة اللي احنا عملناها، وشكرا للتحية. ندخل في الفرن ياخد وش جميل نقدر نقدمه مع بقية المحاشي اللي احنا عملناها النهاردة. هيطلع شكل جميل زي ما احنا ما شايفين. دي اخر واحدة معانا اهي، ادي شوية الطماطم نحط على الوش كده، على كل بطاطساية نحط واحدة كده حاجة بسيطة. عايز اقولكم يا جماعة تيست جميل، تجديد من السفرة بالنسبة لنا. اقدر ادخله فرن على طول، مش محتاج زي ما قلت لكم ان انا احط عليه قصدير او فويل. نخلي بس 2 3 دقايق نبتدي نشوف السفره بتاعتنا عملنا مع بعض ايه، وفي نفس الوقت نبتدي اللي احنا نجهز التقديم بتاعنا النهارده. نحاول ننضف كده كل اللي احنا عملناه. ونشوف الاطباق اللي احنا هنبتدي نقدم فيها. خليه ممكن اخر حاجة احنا ممكن نقدمه. اطلع دلوقتي اول حاجة بالنسبة لي عند البصل كده، خلاص خد لون الجراتان زي ما قلت لكم، اقدر ان انا اقدمه. ده كان اول صنف موجود معانا النهاردة. خد اللون الجميل ده كان اول حاجة مش حابب ان انا اطلعه من الطاجن بتاعه. نبتدي نشوف ادي الطماطم احلى طماطم محشيه. ناخد كمان واحده.
مفيش مشكلة لو الخضار اللي احنا عاملينه طلع عليه من فوق، مفيش مشكلة. نبتدي ناخد كمان الكوسة، ونقدم كل الحاجات الحلوة ديت. تمام ماشي. طبعا المحاشي احنا المفروض زي ما قلت لكم احنا كنا ممكن نجهز جزء عشان نشوف البرزنتيشن او الشكل بتاعه في النهايه، بس زي ما قلت لكم انا ما بحبش اجهز حاجه قبل الهوا، احب كل حاجه اعملها قدامكم عشان نشوف الشكل النهائي هيكون عامل ازاي، عشان ما يجيش حد يقول احنا عملنا بنفس الطريقه بس ما طلعتش بنفس الشكل اللي انت عملته واللي انت قدمته في الاطباق. فزي ما قلت لكم انا حابب ان كل حاجه بتطلع بنفس الشكل اللي انا بعمله قدامكم. نبتدي نقدم ده كده، انا اللي خليته طبعا يهدى شوية كمان دقيقة هيكون افضل، بس عشان حابب اوريكم طريقة التقديم كمان بتاعته، لان وقت البرنامج خلاص ممكن 3 دقايق او دقيقتين. تمام ماشي. احلى محشي شفناه النهارده. نبتدي نطلع خرشوف، حابب ان انا احطه على الرخامه. وزي ما قلت لكم اوريدي كده كده مستوي، لو احنا كنا حابين ان احنا ما ندخلوش فرن كنا ممكن ما ندخلوش فرن، لان زي ما احنا عارفين هو كده كده واخد السوا بتاعه كامل، فطلع بالشكل اللي احنا شفناه. وعندي كمان البطاطس شبه جاهزه، واخده 3/4 سوا، خدت بالظبط حوالي 5 دقايق في الفرن، فده شكل النهائي للبطاطس. يبقى احنا النهارده عملنا مع بعض ايه، لو حد لسه فاتح القناة وما شافش احنا عملنا ايه، عملنا خرشوف باللحمة المفرومة، وكمان عملنا بطاطس باللحمة المفرومة حطينا عليها صلصة من فوق وشوفنا طريقتها كانت عاملة ازاي، عملنا كمان طماطم محشية وعملنا كمان بصل زي ما احنا ما شايفين شكله جميل جدا، عملناه بالقشطة وكنا ممكن نعمله بنفس الخليط اللي احنا عملناه بتاع المحشي، بس انا حبيت ان انا افصل شوية ما بين الطريقة ديت اللي انا عملتها بالصلصة او الطريقة اللي انا عملتها بالقشطة. طبعا احنا عارفين السوريين او اللبنانيين بيدخلوا في المحاشي كله قشطه وبيحطوا ريحان وبيحطوا كمان نعناع، فانا حبيت ان انا اجيب المطبخ اللبناني او السوري قريب من المطبخ بتاعنا احنا المصري. وكمان شفنا مع بعض احلى بتنجان وكوسه عملناها مع بعض. دي كانت الحلقه بتاعتنا، ونشوفكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم.